دايما طول الوقت لما بنشوف نماذج منورة ومشرفة سواء من البنات أو من الولاد كمان بنحب إنهم يكونوا معانا ونتكلم عنهم ونشجعهم وندعمهم، لكن إحنا النهاردة معانا نموذج من إحدى الفتيات بنات مصر اللي منورين في كل حتة الحقيقة، وبيشاركوا في بطولات عالمية وعندهم أهداف وإنجازات بيحققوها في كل المحافل الدولية. خلونا النهاردة نتعرف على طالبة في مدارس النيل حصلت على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للرياضة. هي معانا دلوقتي على التليفون. يا ميرا صباح الخير عليكي. ميرا احمد الحاصله على الميداليه البرونزيه في تارجت سبرنت ببطوله كاس العالم للرمايه. ميرا الف الف مبروك، وقولي لي يعني كنت بتحلمي انك توصلي للميداليه دي، استعدتي ليها ازاي؟ في الاول صباح النور والله يبارك في حضرتك. والله هو فترة إن أنا اتمرنت فترة قصيرة جدا قبل البطولة، بس الحقيقة كنت مركزة جدا فيها وخدت من البطولة تحدي إن أنا إن شاء الله يعني هقدر أعمل حاجة فيها. بس طبعا الفترة اللي اتمرنت فيها ما كانتش بتاعت إن أنا أجيب ميدالية، أو إن أنا الأصل جبت ميداليتين، فكانت يعني زي ما تقولي صدمة كده إن أنا قدرت أحقق في البطولة. حاجة تشرف يا ميرا، بس عايز اسالك سؤال. انت تقريبا خدتي 25 يوم بتستعدي لهذه البطولة وبتتدربي، وقد يظن البعض ان التدريبات سهلة، فعايزين نعرف الناس التدريبات كانت عاملة ازاي خلال ال 25 يوم دول. لا الحقيقة هو التدريب ما كانش سهل خالص، انا كنت بتمرن صبح وظهر وبالليل، كان طول اليوم تمرين. عبارة عن ايه؟ كنت بعمل كرماية وجري، برنامج جري بقى محطوط، برنامج رماية ورماية، يعني برنامج رماية مع الجري الاثنين مع بعض. وكنت ماشية على نظام غذائي، يعني حاجات كتيرة كانت ممنوعة عني، فأنا ما كنتش بعمل حاجة طول 25 يوم غير إن أنا بالظبط بتمرن وباكل وبنام، ما كنتش بعمل أي حاجة تانية. ميرا أنت أصلاً بتلعبي في المنتخب، منتخب مصر لألعاب القوة، والرماية بتعتمد بشكل كبير برضو على موضوع اللياقة البدنية. بالظبط، طيب سنت بيعتمد إن أنت برضه تكون بتعرف تجري. فانا لعيبه العاب قوه متفوقه، فده ساعدني برضه في التارجت سبرنت ان انا اقدر احقق. يعني مين وجهك للعبه دي يا ميرا؟ هو انا كنت كمان بلعب جنب العاب القوه خماسي حديث، فكنت موهوبه في ماتش الليزر ران. هو الليزر ران برضه بتجري، بس الفرق ان انت بتضرب ليزر مش رش. فلما مدربي في خماسي لقاني ان انا كويسه في الرمايه بالفتره وان انا عندي موهبه، فوجهني ان انا العب رمايه ضغط هوا، وهناك لما لقوني ان انا كويسه في الجري خدوني تارجت سبرنت. في فرق بين ضغط هوا وتارجت سبرنت. بالظبط، الضغط الهوا هو بتضرب ثبات مش بتجري، لكن التارجت سبرنت فيها جري ورمايه. عظيم. طب ميرا لحظه التتويج وانت ماسكه العلم كده، كنا بنتفرج على الصور ويعني وانت بترفعي علم مصر، احساسك كان عامل ازاي؟ يمكن الناس بتقول انه الابطال دول من وهم صغيرين بيبقى عندهم الطموح ده ومصرين انهم يوصلوا له، كنت عامله ازاي في الوقت ده؟ انا في الوقت ده كنت فعلا فخوره جدا ان انا اكون اول مصريه تقدر تحقق في التارجت سبرنت، تجيب ميداليه عالميه في التارجت سبرنت. فيعني سعادتي يعني الارض ما كانتش مستنياني من الفرحه، ويعني بجد الحمد لله. طب انت في سنه كام دلوقتي يا ميرا؟ انا في ثالثه ثانوي. ناوية تدخلي كلية إيه؟ إيه بفكر في باي ميديكال انجينيرنج، هندسة طبية. عظيم. طب قولي لي مين مثلك الأعلى في اللعبة؟ لما فكرتي تلعبي رماية ما حدش قال لك أنت بنت ده مجال، أو مع إنه أنا بقيت شايفة إنه عندنا بطلات كتير في مجال الرماية، لكن الناس ممكن تستغرب شوية في المدرسة، صحابك بيقولوا لك إيه؟ دي حقيقة، لما حد بيسمع انا بلعب رماية لو انت بنت وماسكة بندقية بيتصدموا شوية، بس هو انا شايفة ان هو عادي، يعني مفيش اي مشكلة ان هو عادي ان البنت تلعب رياضة كده، عادي ان البنت تلعب مثلا كاراتيه، تلعب اي لعبة هي حباها، فدي مش ازمة اوي يعني. ده جميل. فمثلا الاعلى في الرماية يعني بصراحة هو مدربي، ربنا يخليه. يعني مدرب بيبقى عليه عامل كبير قوي في تحفيزك بالضبط وفي تدريبك. طبعا عايزه اقول لحضرتك ان مدربي في البطوله دي كان عنده ثقه كبيره جدا ان انا هقدر اعمل حاجه. وعملتي حاجه فعلا. تعالي بقى نروح للجانب الاخر، اخبار المذاكره ايه؟ يعني هي المذاكره شويه وقعت في ال 25 يوم دول، بس انا دلوقتي بحاول الم فيهم تاني. نلحق بقى. بالظبط، قبل نلحق. الامتحانات بقى. طيب بابا وماما بقى اول ما رجعت لهم بالميداليه
عملوا ايه الحقيقه معاك؟ مش لما رجعت لهم، بابا وماما كانوا معايا في التتويج، كانوا معايا في التمارين، عظيم. فما سابونيش فيها خالص، فهم فعلا كانوا مبسوطين جدا، ويعني الحمد لله اشكر ربنا على الحمد لله يعني. طيب ميرا، عندك اخوات حد فيهم بيفكر يلعب رمايه؟ انا يعني عيلتي كلها رياضيين، اخواتي الاثنين بيلعبوا رياضه وبيلعبوا برضو تارجت سبرنت، بس هو ما حصلش ان هم عرفوا يشاركوا في البطوله يعني، بس ان شاء الله البطوله الجايه هيكونوا موجودين معايا. يعني ممكن تكونوا مع بعض في نفس البطوله. هم برضو موهوبين في الرمايه وفي الجري برضو. فاحنا الثلاثه ما شاء الله علينا رياضيين يعني. طيب عشان اولياء الامور اللي بيسمعونا اللي يحبوا اولادهم يشتركوا في لعبه زي دي، المفروض يكونوا بيحضروهم ازاي؟ ايه السن المناسب انهم يدخلوا اللعبه دي؟ هو انا ما عنديش فكره، ما بشوفش ان في حاجه اسمها سن مناسب للعبه. يعني انت لو حابب تخش لعبه تخش من اي فتره، لو كبير صغير مش هتفرق، بس لازم يكون عندك اللياقه البدنيه اللي تاهلك ليها. واللياقه هتيجي برضه، بس هي الفكره تكون عايز انت تلعبها، تكون عايز انت تحقق فيها، هي دي الفكره. يعني تاخد الرياضه انها كسبورت بقى مش فور فن. مبروك عليكي مره تانية يا ميرا، وزي ما فرحتيهم كده بالميداليه عايزين ترجعي تاني تذاكري وان شاء الله تدخلي الكليه اللي نفسك فيها. الف مبروك ميرا احمد الحاصله على الميداليه البرونزيه في التارجت سبرنت ببطوله كاس العالم للرمايه.